البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كنتمنى ان الفيديو ديال تلقاكم باحوال جيده. فيديو مختلف تماما للفيديوهات اللي كنقدم، بحال كون كنكون في المحلات. الفيديو ديال اليوم غنقدمه لكم من الدار، ملي كنصور لكم بيدي ولادي خرجتهم وجريت عليهم وسديت عليا. الدار عندي شويه مقربله، عندي كاينين دي طرافو هكا في الدار وهذا، وان شاء الله كلشي غنبارطاجيه معكم تنكمل. انا يلا بديت فضروري قلت غندير لكم واحد لا فيديو اللي كان على طلب كبير كنلقاه من قبل المتابعات، تيقولوا لي شاركي معنا يعني لي برودوي اللي كتستعملي، لي برودوي اللي كتاخدي، لي برودوي اللي جربتيهم ولقيتي عليهم نتيجه زوينه. فاليوم ان شاء الله غنحاول ندير لكم واحد لا بتيت فيديو هكا، ما نبارطاجيش معكم كلشي، حيت انا فريمون 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 في الاونه الاخيره وليت كنجرب بزاف ديال لي برودوي، وليت كناخد بزاف ديال لي برودوي. كاين اللي كنشريهم، كاين مثلا اللي كتعطوني كادو على حساب. فمهم ولو عندي بزاف ديال لي برودوي كنستعمل، كل مره كنستعمل حاجه، يعني كل مره كنحاول انني ندخل في لا روتين ديالي واحد لو برودوي ونستعمله ونشوف واش مزيان ولا ما مزيانش، واش نبقى نستعمله واش ما نبقاش نستعمله. دابا لي برودوي اللي غنوريكم انا هما دي برودوي اللي استعملتهم واللي لقيت عليهم واحد الرضا زوين بزاف بزاف، وشي حاجه اللي يعني ماست هاف ضروري خصكم تكون عندكم. اول حاجه غنبدا لكم بها، ديما السيدات كيسولوني على الواقي الشمسي اللي كنستعمل. انا حاليا دابا كنستعمل لا مارك بيوديرما، ما عرفتش كيفاش غتجيكم، يمكن غتجيكم نتوما مقلوبه. المهم كنستعمل ليكرون لا مارك بيوديرما، هو هذا يعني فيه حمايه، نسبه ديال الحمايه كبيره بزاف. انا كناخذ هذا ديال 100 فوالا. كيف ما كيبان لكم هنايا راه تانتي، واش كيبان لكم ولا لا؟ راه تانتي يعني فيه واحد شويه ديال اللون، ما كناخذوش بيض بزاف لان عندي البشره بيضاء، و الا خديته ثاني بيض بزاف غنولي دايره بحال الطباشير. فوالا كناخذو هذا، كيعطي افي بون مين، كيحمي من الشمس، زعما واحد الحمايه فيه كبيره. واللي عجبني فيه انه دغيا كيتيطالا، خصوصا فهاد الوقيته اللي تيكون كتكون لابو ناشفه. فهاد الوقيته خاص البنات اللي بغاو يديروا البيلينغ، البنات اللي بغاو يديروا التقشير، البنات اللي بغاو يديروا دي سوان يحاولوا يديروهم فهاد الفتره هذه، لان هي الفتره اللي ما تكونش فيها الشمس مجهده. فحاولوا ان فهاد الفتره اللي بغا دير هكا تقشير تريتمون دي سوان اي حاجه ديرهم فهاد الوقيته. هذا بين قوسين هذه هي اللي كناخذ. انا كناخذو من البارا نورمالمون، كيدير هو شي ما عرفتش غنقول لكم، الا خديتوه من لا فارماسي غتاخذوه ب 180 درهم اولا، وانا في البارا كناخذو 149 درهم. انا بالنسبه لي كيقدر يناسب جميع انواع البشره، واللي يعجبني حتى عندي البشره حساسه ما فيهش الريحه، يعني كيوافقني، ما كيخرج لي لا حبوب، ما كيقشر لي وجهي، ما والو، وكيليق البشره الحساسه والسون بارفان. اللي غنقول لكم عاوتاني انني انا بحال دابا مثلا كنولي فيدال اي اكرون عجبني، كنولي لي فيدال، وهذا خطا يعني خاصنا مره نقطعوا ليكرون، نقدروا نعاود نرجعوا ليه، ولكن ضروري نهرسوا كل 6 موا كل عام نديروا اكرون. يعني ان شاء الله الا كمل هذا، انا تقريبا راه عامين 3 سنين كندير فيه، غادي نحاول نستخدم اما نيوديرم اولا ناخذ فيشي. انا فيشي المؤاخذه الوحيده اللي عندي انه فيه الريحه، فيه بحال بارفيومي شويه، وانا ما كنبغيش الريحه تكون في لي زيكرون توتال. وما غنحاول نشوف شي واحد اخر غير باش باش نهرس، ما نبقاش نولف البشره ديالي اكرون واحد. المهم هذا حاليا انا عاجبني بزاف بزاف وراضي عليه بزاف بزاف. هذا ضروري يكون عندكم الواقي الشمسي، ضروري يكون عندكم. واحد السيده كانت قالت لي لا الواقي الشمسي على حساب لا فيتامين دي، على حساب راه الشمس بالنسبه للبشره، راه غنقول لكم راه اكبر عدو للبشره هو الشمس. درتي مثلا كنتي دايره شي زيت بالليل، او كنتي دايره شي تريتمون ولا شي حاجه، والصباح ما درتيش الواقي الشمسي، لابو ديالك كتهلك. ما كنتي كاع دايره والو غير مع داك انك كتبقي تعرضي بشكل مستمر للاشعه ديال الشمس، كيتكونوا هكا ديطاش، والوجه ديالك كينشف، والوجه ديالك كيتكمش. فهمتوني البنات؟ يعني ضروري من الترطيب بشكل يومي يكون عندكم كريم نهاري، من الترطيب بشكل يومي والترطيب حتى بالليل اولا سيروم على الاقل، وواقي شمسي. لا فيتامين دي ممكن ناخذها بالماكله، وممكن ناخذها نعري ايديا، نعري كتفاتي، نعري رجليا، غناخذ يعني لا كونتيتي او القسط الكافي ديال فيتامين دي في النهار، 10 دقائق كافيه، ماشي بالضروره من وجهي. ضروري البنات تحميو البشره ديال وجهكم وحتى البشره ديال يديكم، علاش؟ لان داكشي اللي كيشاط ليا كف من وجهي كنديرو بحال هكا على يديا، باش ما نطولش عليكم حيت عندي بزاف ديال لي برودوي. هذا اول حاجه. ثاني حاجه بغيت نبارطاجي معكم هو واحد لا فيتامين او، هذه حتى هي طحت عليها غير باغازار باغازار باغازار، كنكون يعني ريكومونداها ليا البارافارماسي اللي كناخذ عنده، سميتها
ميدل ميدل او فيتامين او بيغ ميدال، نقولوا حنا بنقراو بالفرنسيه ميدال او ميدال او، هذه نورمالمون كاتبين عليها فوا اوغال، يعني هذه كتشرب، هذه كتشرب. البنت اللي في البارا قالت لي من الاحسن، قالت لي ما تاخديش هذيك اللي كتكون هكا دي غوت، كتكون ديال المهم، قالت لي زعما ماركه فرنسيه احسن ما تاخدي ماركه هذا. قلت لها انايا ما بغي، راه بغيتها انايا زعما دي غوت اقتصاديه. قالت لي هذه هانتوما كيجيو بحال هكا، كناخذ وحده انا، كل وحده ممكن ندير فيها يومين اولا 3 ايام، كنتكها هكا بواحد لا سورانغ عندي كتكون معقمه، كنتكها بها، وعندي قريعه ديال الزاج خاويه، يعني ملي كناخذ داك الشيء اللي بغيت كنحط فيها بحال هكا هاد الكبسوله هادي، والغد اللي كنعاود نستعملها. هذا باش زوين كتستعملوا الوجه، المحيط، العينين، فروه الشعر، يعني هذا كيتستعمل في الوصفات ديال الشعر وفي الوجه، زوين بزاف بزاف، المنافع ديال فيتامين او لا تعد ولا تحصى. شتو ها هو، يعني تقريبا انا نورمالمون نقولوا كل كبسول تقريبا راه دات ليا 3 ايام، ثلاثه ثلاثه ثلاثه، دابا تقريبا انا دابا واحد، يعني عاجبني عاجبني بزاف النتيجه ديالو، لا بالنسبه للتجاعيد لا بالنسبه لما يقول داك دوك لي تخاص ديال الحبيبات، الا كان شي قميشه كل شيء كيتحيد. لا فيتامين او زوينه بزاف، من هاد لا مارك انا عجبتني، الثمن ديالها في البارا، في البارا 120 درهم، البارا 120 درهم. انا الحاجه اللي عاقله على الثمن غنقول لكم الثمن، اللي ما عقلتش راه ما شفتوني ما شفتكم. حاجه اخرى ثاني اللي بغيت نبارطاجيها معكم، وكان اللي كيجيو عليا تساؤلات كثيره، هي الديرما رولر. ها هي البنات انا كنستعملها، كتعقم قبل الاستعمال وبعد الاستعمال، راه غير ما جبتش لكم الكول، ما جبتني واحد جبت لي، جبت اغلبيه لي برودوي اللي كنستعمل دابا جبتهم حطيتهم حدايا، مهم الا نسيت شي حاجه راه فيديوهات جايه ان شاء الله. هذه البنات فيها كيف ما كيعرفش كيبان لكم هنايا، فيها بحال تيخفت ندير لا فيديو، فيها بحال هذا ديال التيتانيوم، ما عرفش غيبان لكم ولا لا، ماشي فيها بحال بحال الشوكات، يعني لا ماتيير تيتانيوم ماشي حديد، وفيها بحال الشويكات صغيورين. هذه هذه 1 مليمتر ماشي 0.5، وما تيقول لك بغيتي تبداي بداي ب 0.5، مي انايا 1 مليمتر انا كنجيبها لي راجلي شحال هذه من داك الشوب ديال المطار، كان مسافر وصيتو جابها لي، هو ما عارفش، انا قلت ليه 0.5 هو غير قال ليها عطيني، عطاته واحد جابها وصافي، راك عارف عارفين السخره ديال الرجاله. فوالا بقيت شحال متردده انني نديرها، واول مره غنستعملها هو في الفتره ديال الحجر الصحي، حيت كنت خايفه منها، خايفه انها مثلا دير ليا شي مشكله في وجهي وخصني نخرج وما عرفتش كيفاش. المهم في هذيك الوقيته انا اللي استعملتها فريمون واعره بزاف بزاف، غير هو خصكم تعرفوا كيفاش تستعملوها، طريقه سهله، تدخلوا غير اليوتيوب كاين غادي تشوفوا غير طريقه استعمال دير مارولر، غيعطيوك لي ستاب من ا تال زد، كيف كيفيه التعقيم في الاول في الاخر، كيفاش تستعملوها على لابو، والمنافع ديالها لا تعد ولا تحصى. انها بعدا اي تريتمون درتيه من موراها كتشربوا كتكونوا متاكدين ان لابو ديالكم شرباتو بواحد النسبه ديال تقريبا 100%، فهمتوني ولا اكثر كاع، وكتجبد الوجه وكتحيد لي غيدول وكتحيد سورتو الناس اللي عندهم لي بور ديلاتي، يعني عندهم دوك المسام الواسعه، هادي واعره بزاف. انا راه وصيت عز الدين قال لي غتجي ان شاء الله شي حاجه، وغيحاول يوفرها لكم في المحل، زوينه هذه ان شاء الله، ملي جابها لكم غير خذوها، غير كنركز بالنسبه ديال الوجه ديال البشره خاصها تكون ديال التيتانيوم. انا كنزرب باش ما نطولش عليكم بزاف، من السيرومات العجيبين اللي ولاو معتمدين دابا عندي انايا، هو السيروم اللي كنت خديت من عند ريحانه، ريحانه كوزميتيك اللي كاينه في المول ديال تاشفين، في السوق ديال تاشفين، يعني في مول تاشفين، هذا واعر واعر واعر، كنت صورت لكم عنده، جربتها انا، جربته انا قبل ما نصور عندها، عاد مشيت صورت عندها باش تقول لكم الطريقه ديال الاستعمال وتعرفوا على الاثمنه وكل شيء، شي حاجه اللي واعره بزاف، سورتو انه فيه حتى هو لا فيتامين سي، يعني كيبيض واعر، يعني هذا مثلا ملي كندير انا ديرما رولر كنديرو هو مرطب، انا بالنسبه ليا كافي، يعني سيروم مرطب واعر كنديرو هو ولا فيتامين او كنخلطهم. دابا غادي ندوي لكم على دي برودوي خديتهم من اوريفلام، زوينه هاد القضيه اللي ولاو دابا دايرين اوريفلام، انا غنحط لكم ان شاء الله دي برودوي اباز ديال ديال العسل، اباز ديال العسل. اول حاجه غنبارطاجي معكم هو شامبوان، الناس اللي كيقلبوا على شامبوان شي حاجه تكون زوينه واعره واعره واعره، غنصحكم بهاد لا مارك هادي ديال ميلك اند هاني جولد، ميلك اند هاني حليب والعسل. ها هو البنات انا خديت شامبوان وخديت دي ميلور، كنت بغيت ناخذ انا غير شامبوان بوحدو. السيدة اللي تواصلت معايا خديجة كنوجه لها تحية من القناة ديال حلويات خديجة، راه هي تبارك الله دخلوا عندها القناة، تبارك الله عندها أكثر من مليون أبوني، ولات دابا كدير هادشي ديال أوريفلام حتى هو، تفهمكم كلشي، أنا ماشي باش نبيع ونشري، تا اللي بغا يبيع ويشري مرحبا، هي غير بالنسبة
عجبني هذا الكونسيبت اللي ولاو داروا اوريفلام جديد، انك مثلا الا بغيتيه بحال هاد لي برودوي مثلا كتقديهم بثمن الشركه. يعني مثلا نعطيكم غير مثال، مثلا بارفان مثلا كندير مثلا 139 درهم، ملي تقيدت انايا في اوريفلام ولا عندي كود في اوريفلام خديته غير ب107 درهم، يعني بحال كتربحي 32 درهم ملي كتسجلي وكيولي عندك كود في اوريفلام. زوينه بزاف هاد القضيه، يعني اي حاجه عجباتك كتاخديها بقل من ثمن ديال الشركه. شفتوا واعره واعره واعره، ماشي بقل ثمن بثمن الشركه، زعما بقل من ثمن نورمالمون اللي كيكون في الكتالوج، يعني بثمن ديال الشركه. هادو البنات جربتهم، شي حاجه خطيره، الريحه ديالهم كل مره عرفتي اش غنقول لكم البنات، ريحتهم واعره. وانا كندير واحد 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 لاستويس كانت قالت لي واحد المتابعه في القناه، كنشد ثلاثه القرنفلات ولا اربعه وكنديرهم في القرعه ديال الشامبوان، وممكن ديروها حتى في القرعه ديال لابخي شامبوان. زوينه هاد الحيله هادي سورتو بالنسبه للناس اللي كيطيح لهم شعرهم. المهم هادو خذوهم بعينيكم غمض، شي حاجه زوينه جربتها عجبتني. اثمنه ما نقدرش نقول لكم بقيت عاقله على الثمن، مي فريمون كلشي خديته ناقص، كلشي خديته ناقص، يعني اي حاجه عجبتني في الكتالوج اون فوا تقيت ولا عندي كود في اوريفلام كتاخدي بقل من هذاك الثمن اللي كاين في الكتالوج. هاد القضيه زوينه بزاف. و الا انت مثلا من بعد عجبك الحال ومثلا ومبقيتيش بغيتي تاخدي غير اللي كنتي وبغيتي تبيع تبيع وتشري، راه هي السيده كتعاونك وكتبيع تبيع وتشري. يعني تبارك الله اوريفلام بدلو السيستم كومبليتمون على ما قالت لي خديجه، راه بدلو السيستم. انا غنخلي لكم النمره ديالها هنايا في الشاشه، ونخلي لكم حتى في صندوق الوصف الناس اللي بغاو يتقداو لي برودوي ديال اوريفلام بثمن ديال الشركه ماشي بثمن ديال الكتالوج، يعني كتاخدي داكشي ناقص بزاف بزاف. ثاني حاجه اللي خديت من عندهم هو هذا المقشر هذا ديال الجسم، الريحه ديالو يا البنات كنت شموها شحال خطيره خطيره خطيره. حتى هي من لاماك ديال ميلك اند هاني جولد، هيا شوغر سكراب راه مكتوبه هنايا، واعره واعره باش عجبتني هاد لاماك ديال ميلك اند هاني، كلها من يعني من مواد اورغانيك، يعني مواد عضويه باش مصاوبين هاد لي برودوي هادو. وانا كيعجبني كل ما هو طبيعي، كل ما هو يعني كيحاولوا انهم يقربوا من الطبيعه، كيعجبني هاد بحال هاد لي برودوي هادو. هادو بالنسبه لي انايا لقيتها اللي ما كتقولش بغيتي ديري ما غديريش مثلا ما غديريش المحكه، بغيتي دات بغيتي ديري غير دوش خفيف كديري هذا، عرفتي كيخلي لك واحد الترطيب في الجسم ديالك روعه، خصوصا في هاد الوقيته اللي كيكون الجسم كينشف بزاف، وايضا كيخلي لك واحد الرويحه غزاله ماشي مجهده ولكن خفيفه وزوينه بزاف، روعه روعه روعه. حتى هو الثمن ديالو رخيص، يعني هادشي كله راه خديتو ناقص الثمن، لان ملي ملي كتسجلوا في اوريفلام كيولي عندكم كود، ما كتاخديش بالثمن ديال الكتالوج، كتاخدي دائما بالثمن ناقص 20% ناقص 30% ناقص 50%. وانا كنقولها وكنعاودها هادشي خديتو انا في راس العام، يعني استفدت من لي برومو ديال راس العام، فريمون داكشي زوين، ريحتو واعره بزاف بزاف. ثاني حاجه اللي عجبتني هو هاد المرطب هذا هاند اند بودي كريم، حتى هو من لا ميم مارك ميلك اند هاني. شفتوا دخلت فيه شفتوا البنات واعر هذا، مثلا ملي كدوشي وكتسالي حتى كتنشف واحد شويه لابو كتنشفيها، كتاخدي واحد شويه وكديري على لوكور ديالك كامل وعلى يديك، واعر واعر. وكل حاجه انا اللي كنقول لكم راه الاثمنه ديالها رخيصه بزاف، يعني كل حاجه ناقصه فيها 20 درهم 30 درهم، هي اللي تواصلوا معاه. غنخلي لكم الرقم اللي بغات شي حاجه، اما تقيدوا غير باش تاخذوا لي برودوي الاستعمال الشخصي، اولا تقيدوا باش نتوما تبيعوا وتشريوا، يعني كتربحوا بزاف تبارك الله. اوريفلام مشاو بعيد. كاين ثاني هذا الكريم ديال اليدين، هذا انا نورمالمون عاد خديت جوج، واحد عندي في الدار وواحد هزاه معايا في الصاك، واعر حتى هو وريحته خطيره بالعسل، خطيره بزاف بزاف بزاف. ايضا بغيت نوريكم هذا خديته بالنسبه للوجه، حتى هو ديال العسل ديال لا مارك لوف ناتور، دائما من اوريفلام ديال الشهده زعما، حتى هو ريحته خطيره. هذا حتى هو حاطه غير في الصاك، عندي شي حاجه كتكون عندي في الدار في الدار، يعني شي حاجه كنكون بقى دائما هزاه معايا في الصاك. وخديت هذا تا هو بوما ليفغ، كنديرو نيت دائما، لا كولور ديالو كيف ما كتشوفو معايا ترونسبارونت، حتى هو ديال العسل، واعر بزاف بزاف مرطب سورتو فهاد الفترة هادي. وخديت عندهم ماسكارا وقلم كحل، قلم كحل عندي في الصاك، الماسكارا هي هادي ديال جورداني،
ها هي انا غير جبت لكم هذا ديالها غير باش نوريها لكم. ها هي زوينه 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 الماسكارا عجبتني. وقلم خديت قلم كحل عادي. هانتوما البنات كلشي هاد الشيء البنات كاين 30 درهم كاين 20 درهم كاين يعني كلشي رخيص كلشي رخيص. وخديت انا ريحه كيف ما قلت لكم كلشي خديته. هادي واعره البنات حمقاتني حمقاتني ماغنيتيستا خطيره. خديت انا ليا هادي فوالا كنقول لكم لي برودوي اللي عجبوني جربتهم وعجبوني. وراجلي خديت ليه هادي ها هي سميتها سينياتور واعره خفيفه 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 دايره بحال لود كولوني خفيفه بزاف بزاف حيت عنده دابا داكشي ولا كياخذ داكشي ديال العطور الشرقيه بزاف فمره مره الانسان كيبغي يهرس. فهادي ريحه خفيفه انا استفدت غير استفدت على خديت هادشي وما طلعش ليا غالي الثمن زوين لان خديته كي قلت لكم في راس العام وكانوا عروضين عروض زوينين. وكنقول لكم عاود حيت عندي كود في اوريفلام يعني ضروري يكون عندكم كود في اوريفلام باش تستافدوا من هادشي ساهل كتواصلي مع السيده كتقولي لها سجليني في هذا في اوريفلام كيولي عندك كود وكتولي كتاخدي بالثمن ديال الشركه. وزوينه هاد القضيه بالنسبه للسيدات اللي بغاو يبيعوا ويشريو مثلا كتبداي تاخدي في الاول اللي كنتي من بعد الا لقيتي ولا عندك مثلا ناس مثلا في العائله ديالك في لونتوغاج في جيرانك في الخدمه ديال راجلك على حساب كل سيده واشنو وبغات تقلبها مثلا بيع وشرى فغادي زعما واحد لافير اللي زوينه بزاف ومنظر عجبتني. دابا كملنا لي برودوي ديال هذا ديال اوريفلام. دابا غندوي لكم على باليا هاد لي كابسول هادو اللي كنت خديت انايا من عند الزين. انا يلاه استعملت وحده خدمتها جوج ديال المرات. هانتوما هادي ديال محيط العين ها هي مصوره بعينيه العين هنايا 25 درهم البنات فنه عرفتي كترطب واحد الترطيب عميق كتحسي بهذاك الليكيد اللي كيكون هنايا كيدخل لك في كيدخل لك في المحيط ديال العين ماشي كيبقى فوق لابو واعر 25 درهم ما عرفتهمش واش باقيين عنده ولا لا. المهم حيت خصني تمشي عنده الاسبوع الجاي واعرين واعرين واعرين. انا وصيت وقلت ليه الا كانت الا غير هاد باليه غبقى تجيب لنا لي برودوي ديالهم خطيرين. خديت هذا هانتوما البنات وخديت حتى هادو فوالا الاولين كي قلت لكم ديال الكونتور دي زيو هادو كيعطيوك يعني فيه خاصيه ديال ليفتينغ. هاد لي كابسول ليكيد اللي فيهم خاصيه ديال ليفتينغ يعني كيجبدوا كيعطيوك واحد كتحسي بالوجه ديالك كيتجبد فوالا. كنعتذر على الاضاءه لان كتبان مغموقه لان ما عنديش اضاءه يعني في الدار مجهده شتو. كل وحده فيها 7 لي كابسول وكل كابسول ممكن ديري منها جوج ديال المرات. انا كنديرهم في قريعه صغيره ديال الزاج ترونسبارونت يعني هذوك لي كابسول كناخذ منهم القياس وكنحطهم ما كيبقاوش يتحركوا كنحطهم فوق سطح ثابت يعني فوق الكوافوز اللي حدايا في الليل ملي كنبغي نعس عاد كنبدا نستعمل التريتمون ديالي. انا دايره شبيكه حدايا باش ما نعكش ما تعكزوش على هذا الشيء ما تعكزوش ماشي بالضروري يكون عندكم هذا الشيء كامل اللي قسم الله اللي كان اضعف الايمان زيت اللوز زيت الزنجلان سورتو الا كانت عندكم ديرمارولر ديروها ما عندكمش ديرمارولر ديروا الجادرولر ما عندكمش الجادرولر ديروا الفونتوز. ها هي حتى هي مثلا كنستعملها الصغيره توضرات ليا وصيت على عز الدين باقي قال لي انا غنجيبها لك الا جات نخلي لك وحده. هذه واعره واعره حتى هي هاد لافونتوز هذه يعني كديري الزيت كتعمري وجهك بالزيت مزيان كيجي بحال هكا كدير هكا كتشد الجلد نورمالمون كتكون ملي كتكون الزيت راه كتشد هي وكتبدي تجبدي كتشدي ليها وتجبدي ولكن وجهك يكون مزيت بزاف وما تفرسيش بزاف على وجهك باش ما كيخليش لك الطبيع بحال كتجمعي الدم في شي بلاصه ملي كتجمعي الدم في شي بلاصه في وجهك فهمتوني. واعر واعره 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 هذه واعره ديال السيليكون دغيا كتغسل وكتعقم. هذه كنستعملها شي جوج مرات في السيمانه كدير بها مساج خطير غير نتوما وجهك يكون مزيت بزاف وما تفرسيش جوج ولا ثلاثه المرات ولا خمسه المرات كاع ماكسيموم من هنا من هنا من هنا. انا باقي لي ديك الصغيره لان هذه واعره شويه صعيبه باش تخدمي الجبهه ومحيط العينين بهادي حيت كبيره فغيجيب لي ان شاء الله توضرات لي الصغيره واعره الصغيره. عرفتي الدراري ملي كيبداو يلعبوا لك بهذاك الشيء كنعيا ما رد البال عجباتهم كانوا غيوضروا لي حتى هذه. دابا الصغيره ما لقيتهاش تنشريها ان شاء الله كنظن دايره غير 8 دراهم. واحد الحاجه ثانيه اللي بغيت نبارطاجي معكم هو هاد الكريم هذا اللي كنستعمل بالليل الايديه ديال الجليسيرين حتى هو خديته من عند عز الدين فيه الجليسيرين والكولاجين ولعاب الحلزون واعر حتى هو واعر خطير هذا خطير 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 خطير. كنت في الاول انايا كنت كندير داك الجليسيرين الاحمر
دابا هذا بهذاك اللعاب ديال الحلويات، عرفتي كيفاش كيدير الترطيب؟ دابا حتى الليل ان شاء الله عاد غنديروا اليديه، خطير بالليل. هذا كنديرو بالليل، وهادو اللي كناخذ من اوريفلام كنديرهم بنهار بحال هادو. شي هذا ها هو، وهذا شتو. وصافي البنات، وبالنسبه للديماكيون حاليا حاليا ما لقيتش شي ديماكيون حاليا اللي وافقني احسن من غارنييه. شتو ها هو، كناخذ هذا ديال الوفيرا كيف ما كيبان لكم، في 96% ديال لي زانغريديون دوريجين ناتوريل بو نورمال اميكست. انا هاد لابو ديال لابو ديالي هي كتكون عاديه الى مختلطه، وفي الغالب كتكون مختلطه. عندي ديك لا زون تي كيبانوا الحنيكات كيبريوني في جبهتي كتبري. شو هو هذا، كنظن كناخذو بواحد 49 درهم زوين. يعني ملي كنجيب ليل، انا من الناس اللي ما كنغسلش وجهي بالصابون كل نهار، يعني عندي جيل نيتوايون اللي كتخديتني سمع عند ريحانه، ولكن ما كنغسلش بيه وجهي كل نهار. نهار انا لا، نهار اللي ما كنغسلش وجهي كندير غير هذا، هاد غارنييه هذا كنكون دايره غير اكخون، ما كنديرش تقريبا كاع الفون دو تان. كندي ماكي وجهي مزيان، ملي كنبغي نعس كنعاود ندي ماكي بالماورد، صافي كنعاود نمسح مسحه الاخرى بالماورد، عاد كنابليكي لي برودوي ديالي. النهار الاخر عاد كنغسل، ولكن قبل ضروري ما دي ماكي، دائما دي ماكي والبنات دائما. اضعف الايمان حليب سونط، داك الحليب سونطرال، داك الحليب ماشي المهم حليب، الحليب اللي كنشريه وكنشربو ودي ماكي بيه وجهك. ماورد اللي كان خايبه غير بلاش، خايبه غير ما دي ماكيش وجهك. انا باغي كنتقاسم معكم لي برودوي اللي كنستعمل ومرتاحه فيه. فوالا، واخر حاجه خديتها غير هاد السيمانه اللي فاتت هو هاد ديودورون هذا، يلا غنجربو. هذا ديال لا مارك باليا، حتى هو 25 درهم. فيه اللي عجبني فيه انه قلت لكم فيه زيرو الومنيوم، يعني ما فيهش الالومنيوم وكيبقى 24 ساعه. هذا البنات انا نورمالمون عندي عندي هذاك ديال اللي كان اللي كيتصاوب غير في الدار، كندير فيه زيت الكوكو ونشا، يعني مزيل عرق طبيعي، زيت الكوكو نشا ديك ديال الصودا البنات، مشات ليا من بالي سميتها، الا هبط نجبد الغلاقه غنبان سميتها، لا تبقاو معايا البنات تنفكرها. فوالا، بيكربونات الصوديوم البنات، جبدت الغلاقه بيكربونات الصوديوم، يعني كديروا بيكربونات الصوديوم مع النشا مع زيت الكوكو، كتخلطوهم مزيان 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 مزيان، كتكونوا ذوبتوا زيت الكوكو حتى كتكون جامده. دابا في البان ماغي كديرهم في قريعه ديال الزاج، وكتزيدوا عليهم قطرات من زيت العطريه ديال 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 اللي بغيتو نتوما، عود، انا كندير الخزامه فهمتوني، كاين اللي كيقدر يبغي يدير الماس، ما ديروش غير الشبه ما ديروهاش صافي. وكنديرها هي اللي كندير في لازاسيل، وهادي اولا نيفيا اللي كنت كنستعمل قبل، هادي يلاه خديتها، هادي كنديرها فوق الحوايج. فوالا شفتوا، زيرو الومنيوم، خدوا دائما زيرو الومنيوم، حتى هي 25 درهم. وكانت قالت لي كاوتر وحده زوينه فيشي، غير قالت لي دايره 90 درهم في البارافارماسي. المهم الناس اللي عندهم لازاسيل، عندهم مشكل وعندهم البشره حساسه، كنصحكم ديروا مزيل عرق طبيعي صوبو في الدار، وكيبقى فتره طويله. كنستعملو ليا انا، كنستعملو حتى لولدي الكبير، حيت ولا دابا كتولي فيه مره مره شويه ريحه ديال العرق، كنديرها ليه زوين بزاف بزاف باش مابقاش ندير لي برودوي شيميك. وبالنسبه للديودورون ولا البارفان راه كنديرو ليه غير كنديرو ليه في حوايجو بحال هكا وصافي. فوالا البنات، مهم هادشي اللي كاين. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف، حاولت نهضر بايجاز وفي نفس الوقت يعني نحاول ما امكن نشرح لكم. كنعاود نذكر مره اخرى، انايا كنبارطاجي معكم، بارطاجيت معني بزاف لي برودوي، مي بارطاجيت معكم داكشي اللي فريمون جربته وعجبني واللي كنستعمله بشكل شخصي. كنتمنى ان هاد لابتيت كابسول، هادي ماشي كابسول، فيديو نيت رجا طويله، كنتمنى تكون عجبتكم، تكونوا استفدتوا منها. الا بغيتوا شي حاجه اخرى نبارطاجيها معكم قولوها ليا، كتبوها ليا في التعاليق، وعلاش لا على الراس والعين ديال هكا وقيت ونبارطاجي معكم. فالا عجبكم لا فيديو ما تنساونيش من جام 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 وبارطاج، وغادي نقول لكم بسلامه ونتلاقاكم ان شاء الله فيديو جديد.